جلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآله. نرحب بالمشاهدين الكرام في الحلقة الثانية من سلسلة محاضرات مادة أساليب البحث العلمي Research Methodology لطلاب البكالوريوس. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن مشكلة البحث Research Problem. إيش هي المواضيع اللي حنتحدث فيها اليوم إن شاء الله؟ أولاً حنعرف موضوع البحث ومشكلة البحث، حنتعرف على العوامل اللي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار مشكلة البحث. سنتحدث أيضاً عن الخطوات اللي لازم إنه نتبعها عشان نصير Problem Statement مشكلة البحث. أيضاً حنعرف بعض المصطلحات المرتبطة بمشكلة البحث مثل الفرضيات الهايبوثيسز وأسئلة البحث، وبالنهاية حنتعرف على عناصر وخطوات صياغة مشكلة البحث. زي ما احنا عارفين ان عملية البحث العلمي عملية مستمرة ومتدرجة وتراكمية. بتبدأ عملية البحث العلمي بتحديد موضوع البحث وتحديد مشكلة البحث، اللي بعدها بننطلق إلى الخطوات الأخرى زي ما ذكرنا في الحلقة الأولى. بعد ما نحدد مشكلة البحث بنبدأ في الليتريتشر ريفيو، بنحكي في الميثودولوجي، بنحكي في آليات تحليل النتائج وما إلى ذلك. إذن النقطة الأولى أو بداية مرحلة البحث العلمي بتبدأ بالمشكلة البحثية. الآن خلينا نحكي عن research topic، موضوع البحث. ناخذ مثال للتوضيح. لو افترضنا انه في عندنا علم اسمه علم الهندسه البيئيه، هذا اسمه ريسيرش ديسبلين. جوات هذا العلم في تخصص، في مجال جوا الهندسه البيئيه هو ووتر ريسورسز، مصادر المياه. هذا عباره عن تخصص فرعي من علم هندسه البيئه. في داخل الريسيرش فيلد اللي هو الووتر ريسورسز، جواته في تخصص فرعي اخر او مساحه بحثيه اخرى داخل هذا المجال، هي مثال الجراوند ووتر كونتامينيشن اللي هي تلوث المياه الجوفيه. هذا عباره عن ريسيرش اريا. في داخل هذا الريسيرش اريا في عندنا ريسيرش توبيك. في داخل الجراوند ووتر كونتامينيشن في عندنا كثير من المواضيع الفرعيه وكثير من المواضيع اللي ممكن انه نبحثها في داخل هذا او داخل هذه المساحه البحثيه. نفترض انه الريسيرش توبيك اللي احنا حنشتغل عليه هو النماذج الإحصائية المستخدمة في عمل prediction أو modeling للمياه الجوفية وتلوثها. إذا إحنا درجنا من research discipline ل research field ل research area ل research topic. طيب ننتقل للحديث عن research problem. جوا research topic في عنا عدد كبير جدا من المشاكل البحثية، كل مشكلة منهم يمكن إنه نشتغل عليها بحث علمي مستقل. مشكلة البحث هي عبارة عن قلب وجوهر أي مشروع بحثي، وكما يقال will begun is half done، يعني إذا بدينا بداية صحيحة إحنا قطعنا نصف الطريق. ليش؟ لأنه إذا اخترنا مشكلة البحث بطريقة صحيحة وبطريقة مثالية، بعد هيك بيترتب على تعريف مشكلة البحث بطريقة صحيحة إنه بنختار الميثودولوجي اللي بتناسب هيك مشكلة، وبعد هيك حنجمع البيانات بطريقة تناسب هذه المشكلة البحثية والأهداف اللي وضعناها لحل هذه المشكلة، وبعدك نحلل النتائج ونخرج بتوصيات وبنتائج وبخلاصات واستخلاصات تتناسب مع هذه المشكلة لحل هذه المشكلة. الباحث يجب عليه أنه في كل مجال من مجالات العلم اللي حابب يشتغل عليها يعرف مشكلة البحث ويصيغها بطريقة تكون قابلة انه نستكمل خطوات البحث العلمي بالاستناد لهذه المشكله. طب لو سالنا سؤال، ما هو تعريف المشكله البحثيه؟ ايش معنى مشكله البحث؟ احنا عمالنا نحكي ريسيرش بروبلم، شو هي ريسيرش بروبلم؟ ريسيرش بروبلم ببساطه هي عباره عن في صعوبه ما، في غموض، في لبس في موضوع معين، في عدم تاكد في موضوع معين، في صعوبه معينه الباحث بيجدها، سواء كان الباحث نفسه او مجموعات بحثية أخرى أو مشكلة واقعية في الريسيرش. مثلا بيكون practical research، بيكون في عندنا مشكلة نظرية أو تطبيقية بيعاني منها المجتمع أو بيعاني منها الباحث أو بيعاني منها المجموع العلمي اللي بيشتغل في هذا التخصص. ببساطة الباحث بيهدف إلى إيجاد حل لهذه الصعوبة.
فقط. هذا هو تعريف المشكلة بإطارها العام. يبقى عشان نقول إنه في عندنا مشكلة بحثية لازم يكون عندي استشعار للمشكلة، إنه لازم يكون في أفراد أو مجموعات أو قطاعات معينة تستشعر بهذه المشكلة، لأنه عدم وجود مشكلة ما في داعي نعمل بحث. أيضا يجب أن نكون محددين الهدف، لأنه الهدف هو حل هذه المشكلة. إذا ما في عندي هدف واضح تجاه هذه المشكلة إذا ما في داعي نعمل بحث. الكومبوننت الثالث من الريسيرش بروبلم هو أنه لازم يكون عندي بدائل للتعامل مع هذه المشكلة، أو بسموه courses of action، أن يكون عندي بعض المسارات للتعامل مع هذه المشكلة، وفي عندي أنا عدم تأكد تجاه شو هو المسار الأفضل أو البديل الأفضل لحل هذه المشكلة ضمن السياق اللي إحنا بنشتغل عليه، ضمن البيئة اللي إحنا بنشتغل عليه. ليش ضروري جداً إنه نعرف مشكلة البحث ونحددها بدقة؟ لأنه إذا حددنا المشكلة بدقة فقد قطعنا نصف الطريق وحلينا نص المشكلة. فهو تعريف المشكلة، التعريف الدقيق للمشكلة بيعطيني هامش كتير كويس في حل هذه المشكلة، وبيضع أصابعي على توجهات حل هذه المشكلة. ليش مهم جدا إنه نحدد المشكلة ونتعرف عليها بدقة؟ لأنه إذا تعرفنا على المشكلة بدقة بنحدد الباوندرز اللي بنشتغل عليها، حدود هذه المشكلة، السكوب اللي بشتغل عليه. يعني لو افترضنا مثلا إنه في عندنا مشكلة في قطاع غزة، مشكلة زحف شاطئ البحر باتجاه الشرق في بعض المناطق زي مخيم الشاطئ ومنطقة رفح، البحر بيزحف باتجاه الشرق. كان زمان في عندنا شاطئ يعني في مسافة بين السكان وبين المباني وبين البحر، الآن تقريبا ما في أي مسافة. الآن هذه مشكلة بيعاني منها السكان، بيعاني منها قطاع غزة ككل، وتهدد أيضا لها تبعات على البيئة البحرية وعلى السكان وعلى المشاريع الموجودة في البحر. الآن إذا أنا بدي أعرف المشكلة تبعتي تعريف دقيق، بحدد إيش أنا هشتغل بالضبط تجاه هذه المشكلة. هل أنا فقط حوصف المشكلة وأشتغلها في السياق التاريخي، أعمل longitudinal research time series إنه كيف كانت المشكلة زمان وكيف اليوم كdescriptive research فقط، وأعمل خرائط قبل 10 سنين كيف كان البحر، خط البحر وخط الشاطئ، وقبل 5 سنين وقبل سنتين واليوم وفقط، وهذا بحث يعني محترم لأنه هيك هدفه، أو أنا حدرس في أسباب هذه الظاهرة وإيش هي العوامل الفنية التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، أو أنا عندي توصيف للمشكلة وعندي الأسباب، دوري أنا كباحث أني أضع الإطار العام لحلول معينة وأقيم بين البدائل المستخدمة في دول العالم للتعامل مع مثل هذه المشاكل، شو هي البدائل أو الإجراءات التي تناسب الوضع عندنا من ناحية مالية ومن ناحية بيئية ومن ناحية اقتصادية، وأشتغل على هذا الموضوع، أطلع بخطة عمل للتعامل مع هذا الموضوع. بالتالي إذا حددت المشكلة صح، إيش هشتغل أنا تجاه هذه المشكلة، بحدد الباوندرز والسكوب اللي هشتغل عليه. ما دمت عارف شو هي المشكلة، إذا أنا بكون هدفي واضح تجاه حل هذه المشكلة بطريقة معينة. فطول ما أنا بمشي في البحث بضل دائما أذكر نفسي بالمشكلة وبالهدف تبعي، فأبقى دائما على المسار اللي أنا حطيته في البداية إلي ووفقا لخارطة الطريق اللي رسمتها لحل هذه المشكلة. التعريف الدقيق لمشكلة البحث بمكن الباحث من الإجابة عن كتير تساؤلات. إيش هي أهدافي؟ إيش هي البيانات اللي أنا بدي أجمعها؟ إيش هي طرق الحصول على هذه البيانات؟ طرق التعامل مع السياق اللي أنا بشتغل عليه في البحث؟ إيش هي العلاقات اللي حابب إني أكتشفها؟ إيش هي طرق التحليل اللي بتناسب هذا النوع من المشاكل؟ وبالتالي تحديد مشكلة البحث بيجيب عن كتير تساؤلات لاحقة. وبالتالي نقدر نقول إنه تعريف مشكلة البحث هو عبارة عن متطلب سابق لكل مراحل البحث بعد هيك. يمكن في فيديو بسيط هنا ملوش علاقة بالبحث العلمي، لكن الفكرة فيه إنه في ست عجوز دخلت سوبر ماركت ومعاها عربة تحط فيها الأغراض اللي معاها، دخلت السوبر ماركت وهي بتتحرك طلع صوت كأنه صوت الاحتكاك العربة بالأرض أو عجل العربة إطار العربة مع الأرض مثلا. العامل اللي في السوبر ماركت تطوع مشكورا طبعا، وحاول إنه يضع شوية زيت أو شحمة على
هذه العربة، عربة البضائع لحل هذه المشكلة. خلينا نشوف الفيديو خلال دقيقة ونعلق عليه بعد هيك. See you again. Cheers. Anything else? Excuse me, madam. This might do the trick. Oh. At Caltex, our staff will do whatever they can. Thank you so much. You're welcome. To help make your life a little easier. المشكلة إنه العامل شخص المشكلة غلط، توقع افترض إنه المشكلة في العربة نفسها، لكن فعليا هي المشكلة في حذاء الست اللي دخلت وطلع الصوت نتيجة للحذاء بطريقة معينة. الآن هو أخذ إجراء، أخذ أكشن تجاه مشكلة متوقعة، وهذا الأكشن اللي أخذه ما عالج المشكلة، لأنه من البداية هو شخص المشكلة خطأ. يبقى ضروري جدا لأي باحث أنه يعرف مشكلته صح ويحدد حدودها صح كما سنتعرف لاحقا. مشكلة البحث ممكن تستند على سؤال، ممكن تستند على فضول معين تجاه قضية معينة، ممكن تستند على في جدل مش قادرين نحله، ممكن تبدأ منه وتنبع منه المشكلة، ممكن في gap of knowledge يعني فجوة معرفية، الباحثين في العالم اشتغلوا على موضوع معين وفي بعض المواضيع لم يتم التطرق إليها. ممكن يكون في عندي practical problem، مصنع يجد عنده مشكلة معينة، وزارة أو مؤسسة عندها مشكلة معينة، فتنبع مشكلة البحث من مشكلة عملية تطبيقية يجب أن يسعى الباحثون لإيجاد حلول إلها. الآن زي ما ذكرنا، في عندي أنا أريا معينة في العلم أنا حابب أني أشتغل عليها في مجال اهتمامي. هذه الأريا بختار من بينها توبيك اللي هو استخدام النماذج الإحصائية زي ما ذكرنا في المثال الأول في عمل نمذجة وتنبؤ بتلوث المياه الجوفية. الآن عشان أختار المشكلة ضمن هذا التوبيك، ضمن الريسيرش توبيك هذا، لازم أني أقرأ كتير في المجال، أعمل literature review، وحنتحدث إن شاء الله في اللقاء القادم عن literature review ودوره في تحديد وتفصيل مشكلة البحث بطريقة دقيقة. لازم يكون في نقاش مع المتخصصين، لازم يكون في اطلاع ومعرفة وعدم تسرع في اختيار المشكلة عشان أعمل narrow down للtopic، أضيق هذا الموضوع، لأنه داخل النماذج الإحصائية في عنا عدد كبير جدا من المشاكل ومن المواضيع الفرعية، وصولا الى انه اعرف مشكلة البحث بدقة، وبعد ما اعرف المشكلة بكل تأكيد بعرف الغرض والهدف اللي انا بدي اصل اله من خلال هذا البحث. اذا القراءة ثم القراءة ثم القراءة literature review، هذا بيقودني الى معرفة الجاب او المشكلة اللي انا حابب اشتغل عليها، وبعد هيك ببدأ أحدد المشكلة بدقة للإجابة عن أو للتعامل مع فجوة بحثية معينة بحددها وبأنظر إلها من جانب معين، لأنه ممكن تكون زي ما حكينا في موضوع الشاطئ، مشكلة الشاطئ ممكن باحث يتعامل مع هذا الموضوع فقط من ناحية توصيف، ممكن باحث آخر يدرسه من ناحية نمذجة هيدروليكية ويتعامل معاه في سياق هندسة الشواطئ وهندسة المواني، ويتعامل معاه للوصول إلى أهم الأهداف الأسباب التي أدت إلى ذلك. ممكن باحث آخر ينظر إلى هذه المشكلة من زاوية الحل، إنه أنا بدي ألاقي حل لهذه المشكلة، حل عملي وتفصيلي. زي ما حكينا مشكلة البحث بدي أحددها، بعد هيك بدي أشوف في هذه المشكلة في هذا الموضوع تحديدا إيش الناس اشتغلت، إيش الناس عارفة في هذا الموضوع، إيش الباحثين الآخرين اشتغلوا، وبعد هيك بحدد الجاب الفجوة البحثية اللي أنا حابب إني أشتغل عليها بدقة، وإيش هذه الدراسة ممكن تعالج هذه الفجوة من أي زاوية، إيش ممكن أضيف من خلال هذا البحث، وبعد هيك ببدأ أحكي في research questions اللي هم أسئلة البحث. عشان برضو مزيد من الإيضاح، في عندي التوبيك الأساسي اللي بشتغل عليه، بعد هيك مع القراءة
والتحديد بختار موضوع البحث، بختار المشكلة البحثية، اشمعنا اخترنا هذه المشكلة وكيف اتأكدنا انها في فعلا مشكلة عبر الليتريتشر ريفيو وعبر النقاش وعبر التنسيق والنقاش مع الخبراء وعبر الأسئلة وعبر الفضول العلمي بقودني الى اني ابرر انه فعلا في مشكلة بحثية هنا. طب المشكلة البحثية هذه شو الناس اشتغلوا عليها قبل هيك، بحدد ايش هي الفجوات اللي ما انشغل عليها، وبعد هيك ببدأ ارسم مسار البحث. طبعا الشيء اللي بحكي فيه هذا قد يناسب اكثر الدراسات العليا، لانه مطلوب من باحث الدكتوراه في درجه الدكتوراه مثلا انه يضيف شيء جديد للعلم، ودائما يسالوا في المناقشات ايش هو الشيء الكونتريبيوشن تبعتك، ايش النوفلتي تبعت بحثك. يمكن بحث التخرج للبكالوريوس بيكون سقف التوقعات اقل، ولكن يجب ان يتم التعامل مع مشكله بحثيه. نيجي الان لاختيار المشكله البحثيه. انا كباحث، انا كطالب بدي اشتغل مشروع تخرج، انا كباحث عندي اطروحه ماجستير او دكتوراه، ايش هي الاعتبارات اللي لازم تكون في بالي قبل ما اختار مشكله البحث؟ في عندنا عدد من الاعتبارات. الاعتبار الاول وهو الاكثر اهميه وهو الاهتمام، مجال اهتمام الطالب او الباحث. كل باحث له مجال اهتمام حتى في تخصصه، لانه في كل تخصص اساسي تخصصات فرعيه، فكل باحث له مجال اهتمام هو متعمق فيه وحابب انه يشتغل عليه، وبالتالي شغفه لهذا المجال بيسهل عليه لاحقا في خطوات البحث. المعيار الثاني او العامل الثاني المفروض يتخذ بعين الاعتبار هو معرفة الباحث وخبرته، لانه البحث العلمي بياخذ وقت، وبالتالي عشان تعمل بحث علمي محترم لازم يكون عندك معلومات، لازم يكون اطلاع، الاساسيات كلها لازم تكون عندك، وتبدا يعني ترتقي تفصيلا في مجالات البحث اللي بتشتغل عليه. اذا ما كانش عندك معرفة قوية بالموضوع هذا حيستغرق وقت طويل وجهد كبير، بالإضافة إلى أنه ممكن جودة البحث بالنهاية ما تكون بالجودة المطلوبة. العامل الثالث توفر البيانات. عشان نكون دقيقين، أهم العوامل التقنية الميدانية خليني أقول التشغيلية اللي مفروض تتخذ بعين الاعتبار هو توفر البيانات وتوفر الأدوات اللي لازم تتوفر بحيث اني امشي في البحث. ومش مقصود فيه الداتا بصفه يعني مفصله، لا، اذا بدي اجهزه لازم تكون الاجهزه موجوده، اذا بدي مواد لازم تكون المواد موجوده، اذا بدي داتا اعملها تحليل لازم تكون البيانات متوفره عندي وموجوده وما اتعب كثير في تحصيلها، لانه ممكن بعد فتره اكتشف انه من المستحيل الحصول على هذه البيانات مثلا في فلسطين عندنا، وقد تكون متوفره في مكان اخر لكيس استضيف مكان آخر. إذا حبيت أطبق هذه الحالة الدراسية في فلسطين ممكن ما تكون هذه البيانات موجودة، فأضطر بعد فترة أني أغير الموضوع أو أعمل يعني مجرد بحث للحصول على الدرجة، وهنا بتكون في مشكلة. أيضا المفروض البحث يكون في جانب التخصص، ما أحاول أبحث بعيد عن تخصصي عشان وحدة التخصص. خامسا لازم يكون البحث في بعد أخلاقي، لأنه في بعض الأبحاث يعني بتتطلب عمل اختبارات او فحوصات لبشر او حيوانات، او في ابحاث بتتطلب الحصول على معلومات فيها خصوصيه عن بعض الاشخاص، بالتالي يجب ان يكون بحثي له يعني قيم اخلاقيه. ايضا لازم يكون بحثي مفيد للمجتمع، ما اختار مواضيع بحثيه لمجرد الترف او لمجرد التخرج، لا، كثير كويس لو كان البحث منصب على خدمة المجتمع وفي بعد له علاقة بالمسؤولية الاجتماعية للباحث تجاه حل مشاكل المجتمع، ما أجي أدرس مشاكل افتراضية ومجتمعي نفسه بعاني من إشكاليات وصعوبات، فلازم على الباحث في مجال تخصصه أنه يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع بأنها يعني ذات أولوية. إجمالاً فيش يعني نقص في المشاكل البحثية، في كل مجال بنقدر نحكي فيه، في كل موضوع، في كل تخصص في آلاف المشاكل البحثية اللي ممكن نشتغل عليها، ولكن المهم جدا انه نختار المشكلة البحثية القابلة للحل اللي يمكن إعادة قولبتها وصياغتها للوصول إلى حل. في بعض المحاذير، ما نختارش المشاكل البحثية اللي نشغل عليها كثير حتى في مشروع التخرج، ما نختارش المواضيع اللي كل سنة الطلاب ياخذوها، لأنه مش حنقدر نعمل شيء جديد، وبكون سقف التوقعات منها عالي، وطالما الموضوع يعني أشبع بحثا ممكن ما نلاقي شيء جديد أو إضافة ممكن إن نضيفها.
ما نختار المواضيع اللي فيها جدل كبير وعدم وضوح باتجاهها، ما نختار المواضيع الدقيقة والتفصيلية كثير خاصة لطلاب مرحلة البكالوريوس، ما نختار المواضيع اللي فيها غموض كبير لأنه هذه ممكن تتعبنا أثناء الشغل. أحياناً بيستلزم على الباحث قبل ما يختار الموضوع ويشتغل عليه يعمل دراسة استطلاعية مبدئية تجاه هذا الموضوع عشان يتعرف عليه في الأول ويشوف هل مجدي أشتغل عليه، هل ممكن أشتغل عليه قبل ما أختار الموضوع وأعتمده وأمشي فيه. بعد سنة سنة ونص أكتشف أنه الموضوع في هذا السياق وبهذه الطريقة وبهذه الأهداف صعب أن أحققها، فممكن بصفة مبدئية أعمل preliminary study خاصة في المجالات زي ما قلنا الجديدة أو اللي ما فيش فيها علم راسخ أو ما فيش فيها جهد سابق قوي، فممكن أعمل كأنه نوع من دراسة الجدوى المبدئية بحيث أنه هذه الدراسة أطلع منها بتوجه أمشي في هذا الموضوع أو أعمل بعض التعديلات فيه. طيب من وين بجيب مشاكل بحثية؟ يعني كيف ممكن للطالب أو الباحث أنه يجد مشكلة بحثية؟ أولاً استكمال عمل سابق، لأنه الباحث إذا دخل في يعني مود البحث العلمي بيكون عنده شغف للبحث، وكل نجاح أو كل بحث بينجزه بيفتح له أفاق لبحث آخر قد يكون معتمد عليه، وبالتالي ممكن باحث اليوم يشتغل في موضوع معين بباوندرز معينة، هذا يفتح له أفق بعد هيك لاستكماله في موضوع مرتبط ولكنه يعني بضيف إضافة للبحث السابق. يعني مثلا ممكن نضرب مثال، في عندنا في قطاع غزة مشكلة إسكان، ممكن يكون بحث تخرج لطالب في كلية الهندسة هو فقط قديش في عندنا مشكلة إسكان، قديش العجز في الوحدات السكنية، إيش أسباب هذا العجز، قديش قطاع غزة محتاج خاصة أنه في عدم اتفاق على الأرقام بين الجهات المختلفة، ممكن يكون هذا في مستوى بحث تخرج. يعني إذا هذا الطالب دخل مستوى ماجستير ممكن يبني على هذا البحث ويحاول أنه يجد حلول لهذه المشكلة، يعني هو حصل البيانات وعمل توصيف للحالة، لاحقاً بيبني على هذه الدراسة في إيجاد حلول لهذه المشكلة، ممكن يعمل تقييم لتجارب الدول للتعامل مع هذه المشاكل، يعمل يعني شو من هذه التجارب تلائم الوضع عندنا في السياق السياسي والسياق الفني والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وبعد هيك يخرج بإطار عام للحل. إذن أول مصدر من مصادر تحديد المشاكل البحثية هو استكمال عمل سابق، أيضاً توصيات من باحثين آخرين. كتير في رسائل الماجستير والدكتوراه في الفصل الأخير recommendations بيكون في توصيات لأبحاث علمية مرتبطة بالبحث اللي عمله الطالب. الطالب يحكي انه انا اشتغلت على 1 2 3 لكن في 3 4 نقاط ما خدتهاش بعين الاعتبار، اوصي الباحثين مستقبلا انهم يشتغلوا عليها. او في احيانا في الليتريتشر ريفيو بيكون بعض الجوانب اللي بيكونوا كاتبين فيها انه هذه المجالات ايضا العلم او الباحثين ما ركزوش عليها، وبالتالي هذه بتكون احد المصادر المميزه للمشاكل البحثيه خاصه في مستوى الماجستير والدكتوراه. من المواضيع المهمة في اختيار المشاكل البحثية خاصة في مستوى بكالوريوس وماجستير اللي هو البراكتيكال بروبلم، في مشاكل في المصانع، في مشاكل فنية عند جهات الاختصاص، في مشاكل ميدانية بيواجهها المهندس مثلا في المشاريع الإنشائية اللي بيشتغل عليها، في مثلا مهندس بيشتغل في شركة مقاولات وبيوجد خلال السنوات الماضية أنه كل المشاريع اللي اشتغل عليها التكلفة المالية زادت كتير عن المقدرة، والوقت كان فيه ديلي كتير فيها وصار فيه تأخير في هذه المشاريع. هذه مشكلة بحاول أنه يتعامل مع هذه المشكلة، يجد تفسير إلها أولا ثم حلول إلها. أيضا من المصادر المشاكل البحث ريسيرش جروب، بيكون في مجموعات بحثية وكل باحث بيشتغل على موضوع معين، وهذه بتعمل نوع من الإثراء ونوع من التطوير، وبصيروا كل الباحثين يشتغلوا مع بعض ويطرحوا أفكار جديدة وأفكار إبداعية بتربط بين أبحاثهم المختلفة. عشان أعمل مشكلة بحثية، عشان أعرف مشكلة بحثية وأصيغها،
اولا بدي اذكر المشكله البحثيه في السياق العام، يعني انا حابب اشتغل في موضوع تاخر مثلا تنفيذ المشاريع، زياده التكلفه الحقيقيه للمشاريع عن التكلفه التقديريه فقط، يعني باوصف المشروع في السياق العام. بعدين ببدا ادرس الموضوع اكثر واتعرف عليه اكثر من خلال الليتريتشر ريفيو، اعمل مراجعه لماذا كتب في هذا الموضوع وكيف الباحثين الآخرين تعاملوا مع هذا الموضوع وإيش الأسباب وما إلى ذلك. بعد هيك ببدأ أعمل نقاش مع ذوي العلاقة، سواء مجموعة البحثية اللي معايا، مع مشرفي، مع زمايلي، إيش ممكن نقدم في بحثنا تجاه هذه المشكلة على ضوء ما كتب فيها سابقا وعلى ضوء فهمنا اللي كوناه نتيجة للاطلاع على الدراسات السابقة. بعدين منعيد صياغة المشكلة بحيث إنها تكون إلها هدف معين وقابلة للحل. خلينا الآن حنحكي على بعض الأمثلة كيف نعمل عملية نارو داون لمشكلة بحثية. لو افترضنا إنه في عندنا سؤال بحثي، يعني نابع من مشكلة بحثية، إنه ليش الإنتاجية في فلسطين أعلى من الإنتاجية في دولة إكس مثلا، فقط هو هذا السؤال البحثي اللي ناتج عن المشكلة. الآن هذا السؤال في عدد من جوانب الغامضة، كثير جوانب غامضة، منها مثلا إيش هي الإنتاجية اللي بنحكي فيها؟ إنتاجية مين؟ عمال؟ موظفين؟ إيش هي القطاعات اللي بحكي فيها على الإنتاجية؟ هل أنا بحكي على قطاع المصانع، قطاع العام، قطاع الإنشاءات، شركات المقاولات؟ ممكن إعادة صياغة هذا السؤال البحثي الناتج من المشكلة البحثية. طبعا بالمناسبة اللي ذكرناه هو ليس مشكلة براكتيكال، لا، هو عبارة عن فجوة بحثية، ناس حابة تتعرف، عندها فضول حابة تتعرف على ليش الإنتاجية في فلسطين أعلى من الإنتاجية في دولة أخرى. يمكن إعادة صياغة البحث مع نوع من التفصيل والنقاش، إيش هي العوامل اللي أدت إلى أنه إنتاجية العمال الفلسطينيين في شركات المقاولات أعلى مقارنة بنظرائهم في دولة تانية؟ طب هل ممكن إنه نصيغ المشكلة بطريقة أكثر تفصيلاً؟ صحيح، منقول إيش هي العوامل المسؤولة عن إنه التكنيشنز العمال الفنيين والمهرة إنتاجيتهم أعلى من إنتاجية نظرائهم في دولة إكس مثلاً خلال العقد الأخير، خلال 10 سنوات الماضية، وبالتالي أنا عملت برضو باوندري زمني خلال 10 سنوات الماضية. مثال آخر في مجال آخر. الآن لو قلنا إنه قطاع غزة بيعاني كتير من مشكلة عدم توفر المياه ونقص في المياه الصالحة للشرب، ومع ذلك فإنه ملايين الأكواب أو الأمطار المكعبة من مياه الأمطار لا يستفاد منها، جزء كبير منها بيذهب إلى البحر، جزء بيختلط بالمياه العادمة ومياه الصرف الصحي، وجزء بتسرب للخزان الجوفي، وجزء بيتبخر، وبالتالي لا يوجد عندنا في قطاع غزة آلية واضحة للاستفادة المثلى من مياه المطر. هذه مشكلة الآن ممكن التعامل معها في أكثر من مسار. من مثلا إيش هي الأنواع الاستخدامات اللي أنا بدي أشتغل عليها؟ هل أنا هشتغل في الاستخدام الزراعي أم الاستخدامات الأخرى؟ هدفي من هذا البحث ليش أو ما هي العقبات اللي منعت الاستغلال الأمثل؟ والله إيش هو الوضع؟ توصيف للوضع. أم هدفي ليش فيش عندنا استغلال أمثل للمياه الأمطار؟ هل أنا هدفي فقط أن أعمل تحليل؟ والله أقترح آلية، أعمل أكشن بلان للاستفادة من مياه الأمطار وفقا لتحليل المشكلة، لأنه طبعا هذه المشكلة لها كثير من الأبعاد، بعد فني وبعد مالي وبعد مجتمعي حتى وبعد ثقافي، وبالتالي كل مشكلة حتى لو كانت في الإطار العام وحدة، أنا إيش بدي أشتغل على هذه المشكلة وإيش دوري فيها وإيش هدفي من التعامل معها بيختلف من مشكلة لمشكلة، حتى لو كانت المشكلة في صياغتها العامة هي مشكلة واحدة. أيضا مثال ثالث في قطاع آخر، واحد كتب في دراسته إنه مشكلة أنا بدي أشتغل عليها هي مشكلة المهندسات الإناث فيما يتعلق بالمسار الوظيفي تبعهم في الكونستراكشن اندستري، في صناعة الإنشاءات في الضفة الغربية، وبركز بحثه الباحث هنا على تعريف وتحديد إيش هي العقبات
أمام المهندسات لأنهم يتطوروا في وظيفيا في مجال العمل في شركات المقاولات، ويستكشف أثر بعض المبادرات اللي تم اقتراحها مسبقا. هذه الصياغة أو هذه الباراجراف اللي أمامنا صياغة نموذجية لأنها محددة. أولا الموضوع الأساسي الكارير ديفلوبمنت اللي هو التطوير الوظيفي للخريج وللموظف، عمل عملية نارو داون للموضوع بيحكي فقط على المهندسات only women engineers. القطاع اللي بيشتغل عليه هو قطاع الإنشاءات construction industry. المكان اللي بيشتغل فيه الضفة الغربية. طيب إيش بدي يشتغل تجاه هذه المشكلة؟ بدي يعمل شغلتين. الشغلة الأولى إنه بدي يعرف إيش هي العقبات أمام التطور الوظيفي للمهندسات في موضوع صناعة الإنشاءات، وإنه يستكشف أثر المبادرات اللي تمت مسبقاً وفي مدى فعاليتها، وبالتالي وضع practical tasks الموجودة عنده إيش هيشتغل تجاه هذه المشكلة. حنيجي لعنوان تاني اللي هو أسئلة البحث، السؤال الرئيسي والأسئلة الفرعية. يمكن أسهل طريقة لصياغة المشكلة إن نحولها لسؤال، وإنه هذا السؤال ممكن إني أقسمه بعد ذلك إلى أسئلة فرعية، كل منها يعالج مجال أو سياق معين من مجالات المشكلة اللي بشتغل عليه. الآن لو طرحنا سؤال نخليه بس في بالنا نذكره هنا وبعد هيك حنرجع له. سؤال عند يمكن متخصصين في علم التربية بيسألوا بيقولوا هل الامتحانات المدرسية هي مؤشر حقيقي واختبار حقيقي لذكاء الطالب؟ هذا سؤال في غموض تجاه هذا الموضوع، قد يكون هذا الموضوع بحث مثلا في اليابان وأحد الباحثين حابب أنه يبحثوا في فلسطين عندنا. خلينا متذكرين هذا السؤال وبعد شوية حنرجع له. الآن السؤال الرئيسي للبحث ممكن أنه نقسمه إلى أسئلة فرعية تفصيلية. بقسم السؤال إلى عدة aspects ممكن أحكي في السياق، أنا ما بحكي على السؤال اللي ذكرناه الآن، ممكن أحكي في أي موضوع معين، السياق السياسي بدنا نحكي مثلا على موضوع الإسكان، مشاكل الإسكان عندنا ممكن يكون في عندنا، هل ساهمت الظروف السياسية في تعميق مشكلة الإسكان؟ الإيكونوميك، هل ساهمت المشكلة الاقتصادية؟ هل الموضوع الفني في عندنا مشاكل فنية تجاه هذا الموضوع؟ وبالتالي ممكن أحلل السؤال إلى أكثر من أسبكت معين، إلى أكثر من مجال، وكل مجال أتعامل معاه كسؤال فرعي مستقل عن المجال الآخر، وبالنهاية هذه المجالات يعني تجمع للإجابة عن السؤال المركزي للبحث. ممكن أيضا تحليل السؤال إلى فئات، ممكن أتعامل في موضوع معين مع وجهة نظر المقاولين تجاه التكلفة الزايدة للمشاريع، وجهة نظر المالك، وجهة نظر الاستشاري، فكل منهم هو تارجت جروب معينة، ممكن يكون في سب كويشن لكل تارجت جروب من هذه المجموعات. ممكن أشتغل أيضا على مقارنة ويكون هذا سؤال، هل هناك فرق بين إجابات أو توقعات المقاولين والاستشاريين؟ برضو ممكن أعمل سؤال من المقارنة بين الأسبكتس المختلفة. نرجع لسؤالنا، هل امتحانات المدرسية والاختبارات المدرسية هي عبارة عن اختبار حقيقي أو مؤشر حقيقي لذكاء الطالب؟ ممكن نقسم هذا السؤال إلى عدة أسئلة فرعية. أولاً بدي أتعرف على موضوع الذكاء، يعني بتعمل investigation للconcept تبع الانتليجنس. بعدين ممكن أعمل investigation للconcept تبع text، أقول إيش هي طرق قياس الذكاء. بعدين أعمل investigation للconcept تبع الإكزامز، إيش هي طرق الامتحانات أو الاختبارات المدرسية. بعدين ممكن أسأل سؤال، هل هناك correlation أو علاقة ما بين علامات الطالب المدرسية ومستوى الذكاء؟ وبالتالي أيضا يعني بقدر أعمل عدد أكبر من هذه الأسئلة حسب الهدف اللي أنا بدي أشتغل عليه. برضو مش كتير يعني عملي أني أكتر الأسئلة وأكبر المشكلة تبعتي، وبالتالي ما قدرش خلال الفترة الزمنية المطلوبة مني أني أجيب عن هذه الأسئلة بطريقة احترافية وبطريقة صحيحة. نفس القصة عشان بس نركز أكثر الفكرة نذكر مثال آخر، وأنا حريص أني أذكر أمثلة من مجالات مختلفة بحيث أنه الاستفادة تكون أكبر. عشان أنتقل من توبيك معين موضوع بحثي إلى ريسيرش كويشن، مثال لو بنحكي عن الديستانس ليرنينج، موضوع اللي هو التعليم عن بعد، هذا التوبيك
الريسيرش بروبلم انه في مشكله، نقص الطلاب اللي بيشاركوا في التعليم عن بعد، هذه هي المشكله البحثيه. طب انا ايش بدي اشتغل تجاه هذه المشكله؟ بدي اتعرف على السبب اللي بيخلي الطلاب يحجموا عن المشاركه او الالتحاق ببرامج التعليم عن بعد. الريسيرش كويستشن ببدا احط اسئله فرعيه، هل مثلا صفحات اليوتيوب وقنوات اليوتيوب ساهمت في هذا الموضوع ولا لا؟ هل المواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في هذا ولا وما إلى ذلك؟ لا يمكن الحديث عن المشكلة البحثية دون الحديث ولو باختصار على موضوع الفرضيات الهايبوثيسز. طبعا في بعض الأبحاث يناسبها وضع شيء اسمه الفرضيات، وبالمناسبة الفرضيات هي شيء كلنا بنقوم فيه، لو صار أي حدث معين كلنا بنتوقع منخمن سبب هذا الحدث نتيجة لباك جراوند موجودة عندنا، نتيجة لمعلومات موجودة عندنا، منخمن ما هو سبب هذا الحدث في واقع معين حدثت، منخمن إيش هو السبب. الآن الهايبوثيسز باختصار هو عبارة عن تخمين منطقي، إجابة عامة، إجابة متوقعة لسؤال البحث أو للأسئلة الفرعية تبعت البحث. يعني سؤال البحث الرئيسي بكون له فرضية، هي الفرضية الرئيسية منبثقة عنها مجموعة من الفرضيات الفرعية التي تجيب وتتوقع الإجابة عن كل سؤال من الأسئلة الفرعية. مش دائماً كل الأبحاث بيلزمها فرضيات، في بعض الأبحاث ما بيلزمها فرضيات، يمكن معظم الأبحاث اللي بتركز على الفرضيات هي الأبحاث اللي لها علاقة بالتربية، مجال إدارة الأعمال، العلوم السلوكية، لأنها بتبحث في جوانب محددة، يمكن أبحاث لها علاقة بالنمذجة، بتطوير أجهزة، بأبحاث يعني تحليل رياضي، analytical analysis، ممكن ما فيها هذا النوع من الفرضيات لأنه ما عندها سؤال بحثي، فيش سؤال بحثي، هو عنده موضوع topic معين بده يلاقي له حل. يمكن الفرضيات يعني إذا أثبتنا إنه الفرضية صحيحة اللي إحنا متوقعينها، طبعاً توقع الفرضية أو الإجابة المتوقعة لسؤال البحث ما بتكون إجابة عشوائية، بتكون مستندة على معرفة مسبقة، مستندة على literature review، مستندة على نقاش معين مع ذوي العلاقة، مستندة لتجارب سابقة، مستندة لشيء حدث في نفس هذا السياق ممكن في مكان آخر أو في مجال مشابه، فأنا بتوقع وبأتنبأ بالإجابة على هذا السؤال. خلال بحثي بحاول أني أنفي أو أثبت هذه الفرضية. خلينا نجيب مثال، مثلا لو قلنا أنه السؤال اللي سألناه هل الامتحانات المدرسية هي مؤشر أو اختبار حقيقي لذكاء الطالب في فلسطين بتطبق هذه الدراسة، ممكن تكون الدراسة طبقت في اليابان وطلعت الإجابة نعم، يمكن للباحث أنه يأخذ هذه الإجابة ويقول الفرضية اللي أنا بدي أدرسها، أنا بدي أتأكد من صحتها، أنه امتحانات أو اختبارات المدارس، نتائج اختبارات المدارس هي عبارة عن اختبار حقيقي أو مؤشر حقيقي لذكاء الطالب. سؤال البحث قال هل الاختبارات هي مؤشر عن الذكاء، هو استبق وحكى أنه أنا بدي أفترض أن الإجابة بناء على دراسة سابقة أو بناء على معطيات يعني راشونال يعني مبررة، وخلال البحث إما بدي أنفي هذه الفرضية أو بدي أثبتها. الفرضيات بتنقسم لأكثر من نوعين. النوع الأول هي الفرضية alternative hypothesis، الفرضية البديلة اللي هي بتقول إنه في علاقة بين المتغيرات الموجودة عندي، إنه المتغير X بأثر على Y، أو إنه الامتحانات المدرسية مؤشر على مستوى الذكاء. النوع الثاني من الفرضيات هي النال هايبوثيسز اللي هي الفرضية العدمية أو الصفرية، بتقول إنه ما فيش علاقة بين المتغيرات. ويمكن لو جبنا مثال بسيط، لو قلنا إنه استخدام الأسمدة الحيوية بزيد من نمو النبات، هذه فرضية alternative، فرضية بديلة، والباحث خلال شغله بيسعى لإثبات هذه الفرضية. لو تم صياغة الفرضية بطريقة الفرضية العدمية إنه استخدام الأسمدة العضوية ما بتأديش إلى زيادة نمو النبات، هذه اسمها الفرضية العدمية، وبحاول الباحث خلال شغله إنه ينفي هذه
الفرضية. نيجي للموضوع الأهم في هذه المحاضرة اللي هو الـ problem statement، كيف نصيغ مشكلة البحث بطريقة لائقة، بطريقة جيدة، بطريقة صحيحة، بحيث إنه ناخد فيها كل المواصفات اللي تساعدنا في إنه نمشي في مسار محدد خلال البحث. أهم جزء يمكن من الفصل الأول من طروحة الماجستير أو الدكتوراه أو حتى أبحاث التخرج أو أي بحث علمي هو الـ problem statement، بيكون جزء من الفصل الأول. الباحث فيه باختصار بيعرف مشكلة البحث بطريقة منطقية. يجب أنها تكون مشكلة البحث يعني محددة بطريقة واضحة، بحيث أنه أي قارئ للرسالة أو البحث باستخدام أو بقراءة أو الاطلاع على مشكلة البحث بيقدر بدون مساعدة أخرى يعرف أو يتوقع شو هو اللي هيشتغل عليه الباحث وكيف حيشتغل عليه وإيش النتائج اللي حيصلها البحث. The problem statement إلها ثلاث عناصر، three components. الكومبوننت الأول هو shared context، في معلومات معروفة عند الجميع، في أفكار متفق عليها عند الجميع غير خاضعة للنقاش عند أهل التخصص، حنذكر بعضها، يعني الكل موافق عليها، نبدأ منها كنقطة بداية ومنطلق، بعد هيك بنمشي كمان خطوة باتجاه استشعار المشكلة، المشكلة المحددة اللي ذكرناها سابقاً كيف نوصفها، حنيجي لمثال أو أكثر. بعد هيك لازم في المشكلة البحثية التطرق إلى الإطار العام اللي حشتغل عليه أنا كباحث لحل هذه المشكلة. نجيب مثال من موضوع البيئة اللي بدينا فيه بداية العرض. التوبيك اللي عندي هو ذكرناه، هو عبارة عن استخدام النماذج الإحصائية في التنبؤ ب تلوث المياه الجوفي. ممكن أبدأ المشكلة البحثية عندي بأنه التنبؤ بتلوث المياه الجوفية في المناطق الحضرية موضوع كتير مهم وكتير حساس وحاسم وأساسي في كل دول العالم. هذه لا يمكن لكل من له معرفة في هذا المجال إلا أنه يوافق عنها على هذه الجملة، لأن من هذه الجملة بمشي كمان خطوة باتجاه تحديد المشكلة. من هذه الفقرة المتفق عليها بنطلق إلى تحديد المشكلة. الآن طرق التنبؤ بالتلوث أو طرق التنبؤ بتلوث المياه الجوفية دائما الطرق المعروفة هي طرق يعني معقدة وبتحتاج كم كبير من البيانات، في حين أنه محاولة إيجاد طرق أكثر سهولة وبسيطة وتعتمد على بيانات أقل، هذا الموضوع لم يعني يبحثه العدد كبير من الباحثين وما كانش محل اهتمام في المجتمع البحثي والعلمي في هذا المجال. إذن قبل ما ننتقل على الجزء الثالث صار واضح لنا إنه الباحث عماله بوجهنا بهذا الاتجاه، إنه في جاب، في مشكلة، هذا الموضوع رغم أهميته ما خدش الاهتمام الكافي، فالمتوقع انه الباحث حيشتغل على هذا الموضوع. الجزء الثالث انه في اشي اسمه طرق الذكاء الصناعي، يعني هذه الطرق يمكن ان تكون عبارة يعني مسار او طريق او مقاربة واعدة يمكن استخدامها في عمل تنبؤ لتلوث المياه الجوفية، طبعا بناء على إشي في الليتريتشر ريفيو، ما بيكون الحكي حكي يعني بدون سند علمي وبدون مبرر منطقي، إنه هذه الوسيلة الارتيفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي بيستخدم أو استخدم في كثير من المجالات لتبسيط النماذج وللحصول على بيانات دقيقة دون الحاجة إلى عدد كبير من البيانات، وبالتالي ممكن يكون هذا عبارة عن وسيلة واعدة للتعامل مع هذا الموضوع، وهذا حيوفر لنا الوقت والجهد. إذن الباحث حطنا في قالب معين حيشتغل ضمنه البحث تبعه. بعد الريسيرش أو البروبلم ستيتمنت حنحكي على جزئية أهداف البحث، ريسيرش أوبجكتيفز. الأهداف البحثية هي الغايات اللي الباحث بيسعى إلى الوصول إليها، اللي هو باختصار حل مشكلة البحث، بس المشكلة ليست في سياقها العام، في السياق التفصيلي والمحدد، لأنه مشكلة البحث إحنا زي ما حكينا منفصلها تفصيل دقيق وبنعملها نارو داون. كل مشكلة فرعية أو كل سؤال بحثي فرعي
الهدف هو الإجابة عن هذا السؤال أو إيجاد حل لهذه المشكلة أو الخروج بتصور لهذا الموضوع. يمكن تقسيم أهداف البحث إلى جزئين. الجزء الأول هو الأهداف الرئيسية، وهي عبارة عن الدافع الأساسي اللي دفع الباحث لإجراء هذا البحث، اللي هو كأنه التعامل مع المشكلة الرئيسية. السب أوبجكتيفز هي عبارة عن الأهداف الفرعية المشتقة من الهدف الرئيسي، ويسعى الباحث إلى الوصول إلى إجابات لهذه المشاكل الفرعية. ودائما المشاكل أو الأهداف بتكون طبعا مرتبة. عشان أحكي في مشكلة أو أحكي في أهداف البحث، أولا يجب أنه يكون كل هدف فرعي يتحدث أو يعالج نقطة محددة، تمام؟ الهدف الرئيسي بيكون بيحكي في أكثر من سياق، لكن كل هدف من الأهداف الفرعية يجب أنه يكون بيتعامل مع أسبكت واحد من الأسبكتس اللي بتطرق إليها البحث. هدف البحث والأهداف الفرعية يجب أن تكون رياليستيك، واقعية، قابلة للتطبيق، قابلة لإيجاد حلول إلها ضمن التايم فريم اللي الباحث بيشتغل عليه، فما يكونش سقف طموحه وتوقعاته كبير ويضع الباحث عدد كبير من الأهداف الطموحة جدا بحيث أنه بنهاية البحث ما يقدر يحققها. يجب أن تكون الأهداف أيضا مرتبة، اللي هي السب أوبجكتيفز، يجب أن تكون مرتبة ترتيب منطقي. يعني لو أنا بدي أتحدث مثلا عن مشكلة الإسكان في قطاع غزة، وهدفي من البحث الهدف النهائي الخروج بتصور أو إطار عام لحل مشكلة الإسكان، عشان أصل لهذه النقطة في 3-4 خطوات. مثلا الخطوة الأولى التعرف على المشكلة بحيث أنه أعرف الواقع، أدرس الواقع existing situation، وين أنا موجود في قطاع غزة تجاه موضوع الإسكان، بدي بيانات وأحللها وأعرف بالضبط إيش هي طبيعة المشكلة. النقطة الثانية أو الهدف الثاني إني أعمل عملية تقييم لتجارب الدول في هذا الموضوع. بعد هيك بخرج بخطة أو إطار عام أو سياسة واضحة للتعامل مع مشكلة الإسكان تناسب السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي إحنا موجودين فيه في قطاع غزة. وبالتالي هذه الأهداف الفرعية يجب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، كل هدف بيعتمد على الهدف اللي قبله. لصياغة أهداف البحث في عنا عدد من الأفعال اللي تعتبر action verb زي ما بيحكوا، كل منها يناسب يعني هدف من أهداف البحث. مثال، يعني لما نحكي في الموضوع، يعني هدفي تحليل الوضع قائم معين، بستخدم مثلا analyze, compare, categorize, model, investigate. لو أنا بدي أعمل مثلا تقييم بقول evaluate, justify, assessment وما إلى ذلك. أنا بدي أعمل عملية مثلا تطبيق شيء معين، بحكي apply, demonstrate, produce, illustrate, perform. وبالتالي في كل موضوع بدي أشتغل عليه، إذا أنا بدي هدفي معرفة معينة بستخدم مثلا identify، إذا هدفي مثلا تطبيق معين بعمل apply، إذا هدفي تحليل ممكن analyze. ضروري جدا تكون الصياغة parallel، يعني نستخدم في البحث العلمي منطق الباراليزم، to investigate بقولش في الهدف اللي بعده مثلا analyzing، خلاص to analyze، الهدف اللي بعده to develop، أساس يكون كلهم بنفس الصياغة اللغوية. إذا عشان يعني نجمع كل اللي ذكرنا، المشكلة البحثية problem statement منها بأشتق مجموعة من الأسئلة البحثية، كل سؤال بحثي بأجيب عنه من خلال هدف معين، يبقى الهدف هو الإجابة على السؤال البحثي. لكل سؤال بحثي بيكون في هدف معين، وممكن يكون سؤالين بحثيين الإجابة عنهم هدف واحد، يعني ممكن هدف يجيب عن سؤالين بحثيين مرتبطين. وبالمناسبة لما نصل للفصل الأخير من فصول الرسالة أو البحث، لما نصل للكونكلوجن الخلاصة، يجب أن تكون خلاصة البحث مرتبطة بالأهداف الفرعية للبحث. يعني الهدف الأول اللي أنا اشتغلت عليه في الخلاصة بدي أقرأ شوية عن هذا الهدف وإيش اللي وصلت له تجاه هذا الهدف. وبالنهاية كل الأهداف الفرعية الناتجة عن الأسئلة الفرعية اللي هي إجابات للأسئلة الفرعية
بمجملها بتحقق لي الهدف الرئيسي للبحث اللي هو بالاساس استجابه للبروبلم ستيتمنت اللي انا حطيتها في الاولويه. البروبلم ستيتمنت ادتني باتجاه الهدف الرئيسي للبحث، الاسئله الفرعيه الناتجه عن البروبلم ستيتمنت بجيب عنها من خلال اهداف البحث اللي بمجملها بتحقق لي الهدف الرئيسي للبحث. كخلاصه عامه، الريسيرش بروبلم حسب ما هو امامنا واضح هي عباره عن قلب ومركز العمليه البحثيه. من خلال البروبلم ستيتمنت بعمل عمليه تحديد للفرضيات واسئله البحث، وبصل بعديها للهدف اللي بتشتغل عليه. لما احدد اهداف البحث بحدد بالضبط ايش هي الميثودولوجي اللي بدي اشتغل عليها. الميثودولوجي تنتج لي نتائج، هذه النتائج بتسمح لي اني اخرج باستخلاصات معينه، هذه الاستخلاصات هي عباره عن اجابه لاسئله البحث وهكذا. وين مكان الليتريتشر ريفيو؟ الليتريتشر ريفيو هو عمليه حاضره في كل مراحل البحث العلمي، وحنذكرها ان شاء الله في المحاضره القادمه، لان مشكله البحث لا يمكن صياغتها بدون قراءه عن وين احنا واصلين تجاه هذه المشكله وايش الجهد الناس التانيين اللي اشتغلوا. لما احكي في الميثودولوجي لازم ارجع للليتريتشر ريفيو عشان اشوف ايش هي الطرق التي تناسب الهدف اللي انا بدي اشتغل عليه. لما اجيب النتائج بعمل عمليه تفسيرها وتحليلها والتاكد منها ومقارنتها بنتائج الاخرين ايضا من خلال الليتريتشر ريفيو. بالمناسبه مشكله البحث هي يعني مش شيء جامد، خلال البحث مع القراءه الاكثر والاطلاع الاكثر ممكن تحديد، تغيير، اعاده صياغه لاهداف البحث ومشكله البحث، لانه كل يوم انا بقرا شيء جديد بكتشف شيء قد لا اكون في البدايه كان حاضر في ذهني، فبعمل تعديل في اهدافي بما يتوافق مع اخر المستجدات في الموضوع. إذن مشكلة البحث هي عبارة عن استجابة لوضع معين، استجابة لغموض معين، محاولة حل إشكالية معينة، محاولة الوصول إلى فهم أعمق تجاه قضية معينة. هذه المشكلة بعدها بيجي عندي research question اللي هو سؤال البحث، هو عبارة عن استجابة لمشكلة البحث، إعادة صياغة لمشكلة البحث على شكل سؤال. الفرضية هي استجابة لسؤال البحث، هي إجابة تخمينية منطقية، تنبؤ منطقي مبرر لأسئلة البحث. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله اللقاء القادم حيكون حوالين Literature Review.